بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اشرح صدورنا ويسر أمورنا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، ومع كتاب الكسوف في صحيح الإمام البخاري، ومع الباب الأول، بعد أن قدمنا المقدمة السابقة في بيان بعض الأحكام والفهم لقضية الخسوف والكسوف على ضوء النصوص إن شاء الله تعالى، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة في كسوف الشمس. هذا النوع من الترجمة الذي يسميه العلماء ترجمة خبرية عامة ظاهرة، أما أنها ظاهرة فلأن علاقتها لما ننظر في الأحاديث التي أوردها الإمام البخاري تحت هذا العنوان باب الصلاة في كسوف الشمس، فعلاقة واضحة ظاهرة، فالأحاديث تتكلم عن ذلك. وأما أنها خبرية عامة فلأن العنوان في حد ذاته لا يحدد حكما خاصا، فلا يقول مثلا باب وجوب الصلاة ولا باب سنية الصلاة، فلكننا إذا نظرنا في الأحاديث التي تحت هذا الباب يصل العلماء إلى أنه يريد أن يبين مشروعية صلاة الخسوف والكسوف، أو صلاة الكسوف والخسوف أيضا. والعلماء بيّنوا كما بيّنا من قبل أنها سنة، إلا ما قيل عن بعضهم وهم قليل جدا أنها واجبة. قال الإمام البخاري رحمه الله في الحديث 40 بعد 1000، قال: حدثنا عمرو بن عون، وهو أقول هو واسطي بصري. طبعا نحن نشير إشارة سريعة إلى بعض ما يتعلق بالرواة قدر الحاجة، لأن الأصل في أسانيد الإمام البخاري لا تحتاج إلى دراسة. قال: حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد، بيّن العلماء أنه خالد ابن عبد الله الطحان الواسطي أيضا، فإذا هنا واسطي يروي عن واسطي، وهذا مما يعزز قوة الرواية. قال: عن يونس هنا هو ابن عبيد الله بن دينار العبدي، قال: عن الحسن، أي الحسن البصري الإمام المعروف، عن الحسن البصري عن أبي بكرة. وسنعود للوقوف على هذا السند، سند الحسن البصري عن أبي بكرة، فللعلماء فيه كلام. يقول أبو بكر: قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه. هنا إشارة إلى السرعة والاهتمام الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى الشمس قد كسفت، أو كسفت، وهي الأكثر أن يقال كسفت. يجر رداءه، إذن كأنه إشارة إلى الاستعجال لإقامة هذه الصلاة، لكن هذه اللفظة مما تفرد بها أبو بكرة في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في رواية أخرى ففزع، هنا أيضا تؤخذ كلمة فزع على معنى الاستعجال أيضا، أي أقبل على الشيء مستعجلا في ذلك، وهو يستحضر معنى الخشية من الله سبحانه، كما مر معنا من قبل أنها ليس بالضرورة أن تدل على عقاب أو انتقام أو نحو ذلك، لكن هي الخوف والوجل من الله جل جلاله، والمؤمن دائما بين الخوف والرجاء. في رواية ففزع فأخطأ بدرع حتى أدرك بردائه، يعني الأصل أنه كان يلبس الرداء وفوق الرداء الدرع، لكنه للاستعجال لبس الدرع ثم عاد فلبس الرداء. هذا كله يعني من الروايات التي فيها تفرد وخالفت الروايات الأصح التي لم يذكر فيها هذا اللفظ، لكن لا تؤثر على المعنى.
قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس. في رواية أبي موسى الأشعري: سيمر معنا فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى الساعة، أو يخشى أن تكون الساعة، فصلى بنا ركعتين، في رواية كما تصلون. وهذه الزيادة كما تصلون هي التي جعلت الحنفية يقولون إنه يصلى صلاة الكسوف كما تصلى يعني سائر الصلوات في هذا. قال: فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس. وفي هذا أخذ أن يطال أو أن تطول الصلاة إلى انجلاء الشمس إن أمكن في ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا. هنا جاءت الرواية رأيتموهما، في رواية رأيتموها، فعلى قول رأيتموهما أي يشير إلى مشروعية صلاة الكسوف وصلاة الخسوف في آن معا، فصلوا وادعوا. وهذا يعني أن الدعاء ممكن أن يكون بعد انتهاء الصلاة سواء انجلت الشمس أو لم تنجلي. وأيضا من باب أولى إذا انتهت الصلاة قبل انجلاء الشمس أن يستمر بالدعاء إلى انجلائها إن أمكن في ذلك. ومر معنى أنه يمكن أن يدعو الإمام مستقبلا القبلة أو مستقبلا المصلين، قائما أو جالسا. هنا ننبه على بعض الروايات التي وردت ولا تثبت، فقط للتنبيه لأنه أوردها بعضهم. ورد في حديث عند النسائي: فجعل يصلي ركعتين ركعتين حتى انجلت. هذا غير صحيح، هو ركعتان لكن في كل ركعة ركوعان كما سنرى. وأيضا في بعض الروايات أنه كلما ركع ركعة أرسل رجلا ينظر هل انجلت. أيضا هذا لفظ شاذ غير صحيح ولا يثبت. زاد في رواية عند ابن خزيمة أنه خطبهم بعد ذلك، هي إشارة إلى قوله هنا: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم، وهو في قضية موت إبراهيم كما مر معنا المرة الماضية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في هذا السياق، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم أنه في كل شيء خاضع لله جل جلاله، ولا يمكن أن يستغل أي ظاهرة كونية ليتخذها ذريعة لتعظيم ذاته أو ليلفت النظر إلى نفسه صلى الله عليه وسلم. وقفت على مقطع لأحد الغربيين لعله لم أطلع على اسمه، أنه يعتبر من أعظم مظاهر النبوة هذا الحديث، أحد الغربيين، أنه كيف أنه لم يستغل مثل هذه الظاهرة ليقول: نعم أرأيتم إلى مكاني وإلى مقامي وإلى حقي عليكم وإلى قدرتي أو تأثيري أو أي شيء من هذا القبيل. إذن قال: فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. هذه اللفظة حتى يكشف ما بكم، إنه هل يشترط في صلاة، هل يشترط في صلاة الكسوف أو الخسوف أن تستمر إلى الانجلاء؟ هذه اللفظة بهذا اللفظ أيضا تفرد بها أبو بكرة، ولكن جاء معناها من رواية أبي موسى الأشعري: حتى تنجلي. طبعا الشاهد من ذلك أنه هل الأفضل أن يستمر ويطيل حتى تنجلي؟ هذا الأفضل، لكن لو انتهت الصلاة قبل الانجلاء يكون قد أدى السنية كاملة إن شاء الله تعالى، ولا حرج في ذلك. الآن نعود إلى ما جاء في هذا. طبعا هذا سيكرر البخاري هذا الحديث في أربع مواضع أو أربعة مواضع غير الموضع الذي هاهنا، كل بمناسبة. نعود إلى موضوع الإسناد الذي في هذا الحديث، وهو حديث الحسن البصري عن أبي بكر. أبو بكر هو نفيع بن الحارث، واختلف في اسمه وهو ثقفي، وقالوا إنه سمي أبو بكر لأنه يوم حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف تدلى ببكرة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم معلنا إسلامه، ويذكرون أنه كان عبدا
وأن النبي عليه الصلاة والسلام أعلن أنه من جاء من العبيد مسلما فإنه يعتق. فيعني هذه الأقوال، أما أنه تدلى ببكرة فنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ثابت، لكن قضية أنه كان عبدا وأنه أعتق النبي صلى الله عليه وسلم أقوال لأهل العلم في ذلك، مع اختلافه في اسمه واسم أبيه لا يهمنا الآن كثيرا. المشهور من اسمه أنه نفيع ابن الحارث. يروي عنه هذا الحديث الحسن البصري. العلماء لهم موقفان في قضية رواية الحسن البصري عن أبي بكر. رأي يقول إن الحسن البصري سمع من أبي بكرة فالسند متصل وصحيح، ورأي يقول إن الحسن البصري لم يسمع من أبي بكرة فالسند منقطع وغير صحيح. ذهب إلى القول بسماع الحسن من أبي بكرة إمامان علمان جبلان كبيران لا يمكن مناطحتهما، علي بن المديني والإمام البخاري، وذهب إلى عدم السماع وإلى إثبات الانقطاع أيضا علمان، يعني جبلان لكن أقل قليلا، الإمام أبو حاتم الرازي والإمام الدارقطني. والذي يهمنا هنا كيف تعامل الإمام البخاري مع أحاديث الحسن البصري عن أبي بكر. طبعا لو منا نبحر كما يقولون في تحقيق القول لمن ننتصر، للبخاري وعلي بن المديني أم للدارقطني، أكيد القلب يميل إلى منهج الإمام البخاري في هذه القضية، لكن لا يتسع المقام للتفصيل الكبير في هذه القضية وما هي أدلة كل طرف. لكن مما استدل به الإمام الدارقطني أنه وجد أحاديث يقول فيها الحسن البصري عن الأحنف بن قيس عن أبي بكر، فوجد أنه في كثير من هذه الأحاديث يكون واسطة بين الحسن البصري وأبي بكر، فاعتبر ذلك دليلا على الانقطاع. وفي أدلة أخرى للطرفين ليس هو ما سنقف عنده، لكن منقول كيف تعامل الإمام البخاري مع أحاديث الحسن البصري عن أبي بكر. هو انتقى منها انتقاء، فخرج 4 أحاديث فقط في كل صحيح من طريق الحسن البصري عن أبي بكر. ننظر نظرة سريعة في هذه الأحاديث، وربما يهمنا منها جميعا حديث واحد، هي كل يعني كاهتمام كلها نهتم بها، لكن ما سيبقى الإشكال فيه حديث واحد. الحديث الأول اللي هو حديث الكسوف هذا، وهذا حتى لو لم يكن سمعه الحسن البصري من أبي بكر فعندنا 13 صحابي آخرين رأوا حديث الكسوف بألفاظ متقاربة، فإذا لا يضر ذلك، انتهت القضية. الحديث الثاني حديث في فضل الحسن ابن علي رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابن هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين من المسلمين، وهذا واقع تاريخي وحقيقة تاريخية أيضا، وواقع أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ولهما من الفضل ما لهما. فإذا أيضا معنى هذا الحديث مما لا خلاف فيه، يعني لاحظ أن البخاري انتقى حديث ليس مما يختلف فيه. ثم الحديث الثالث لما أبو بكر نفسه دخل المسجد وكان النبي راكعا فركع دون الصف، فمشى حتى دخل في الصف ليدرك الركعة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له زادك الله حرصا ولا تعد. طبعا بعضهم بيقول ولا تعدو أي لا ترقد، ليس صحيحا، ولا تعد، لكن لم يبطل صلاته، وهذا الذي اتفق عليه أهل العلم أن الصلاة لا تكون باطلة، ولكن أيضا اتفق أهل العلم على تسوية الصفوف وعلى سد الفرج. إذن من حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا تعد، وأنك حرصك على ذلك، لكن فيما هو أهم في هذا الصدد وهو أن تدخل في الصف وأن لا تبقى فرجة في الصف وأن تتكامل الصفوف، أيضا هذه أحكام متفق عليها. إذن أيضا هذا الحديث لن يكون فيه إشكال. فبالتالي من لاحظ أن البخاري اختار أحاديث عن طريق الحسن عن أبي بكر مما أحكامها
منتشرة وشائعة ومتفق عليها بين أهل العلم، فلا يكون في ذلك أدنى ضير. حتى لو جدلا قلنا إنه ممكن الحسن لم يسمع مباشرة من أبي بكرة. لكن الحديث الرابع اللي هو حديث ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وخاصة إنه أبو بكر متى قال هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قاله في لحظة اختلاف، ويريد أن يرجح جهة على جهة بنص خارج عن الموضوع. يقول أبو بكر في ذلك: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى؟ أيام الجمل. يعني تقدير الكلام: نفعني الله أيام الجمل بكلمة سبق من قبل سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم الجمل هو كان حسب ظاهر النص طبعا أنه هل يخرج مع علي رضي الله عنه ولا يخرج مع السيدة عائشة رضي الله عنها، ونحن نعلم أن السيدة عائشة ما خرجت لقتال علي رضي الله عنه، إنما خرجت لحقن الدماء ووأد الفتنة ومطاردة أولئك المجرمين، ومعها من العشر المبشرين بالجنة طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام. فالقضية قضية انتصار لحق بالنسبة لرأي السيدة عائشة رضي الله عنها، والقضية بالنسبة لعلي رضي الله عنه قضية طاعة ولي الأمر وعدم الخروج عن أمره، لأن في الخروج عن ولي الأمر نوع من الفتن والتفرق والتمزق والاقتتال. فلا شك أن الأصل والحق في هذه المسألة مع علي رضي الله عنهم جميعا قولا واحدا. فهو كأن أبو بكر كان متردد أنه يذهب مع السيدة عائشة وهي من هي، ومعها الزبير بن العوام وعبيد الله بن طلحة، أم ينضم إلى جيش علي رضي الله عنه، مع اتفاقنا أن كلا الطرفين لم يكن يريد أن يقتتل أحدهما مع الآخر قولا واحدا، إنما الفتنة أو أهل الفتنة هم الذين أوقعوا القتال بينهم. فتذكر كلمة هو يقول سمعها سابقا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم. تذكر هذه الكلمة، ما هي؟ أن النبي قال: إن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى، ثم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم إمرا. فأخذ يقارن إنه ما دام على رأس الجيش الثاني السيدة عائشة رضي الله عنها، وما دام النبي قال ما أفلح قوم ولوا أمرهم إمرا، إذن لن تفلح السيدة عائشة في سفرها وخروجها هذا، فانضم إلى جيش علي. هنا نقول استدلال في غير مكانه بصراحة، وهو استدل بشيء خارج عن الموضوع، مع أننا نؤكد أن الحق مع مين؟ مع علي رضي الله عنه، لكن هذا الاستدلال في غير مكان. ليست هنا المشكلة في ذات الحديث من حيث الحسن عن أبي بكر، يعني الذين لا يريدون الأخذ بهذا الحديث تمسكوا بمقولة أن الحسن هو الذي روى الحديث عن أبي بكر، وبالتالي يكون الحديث منقطعا وضعيفا ولا حجة فيه، ومع أن له طريق آخر من طريق عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكر، لكن أيضا فيه مشكلات نقدية وإسنادية عند أهل العلم. لكن الذين يعني يتحفظون على هذا الحديث يتحفظون من منطلقات أخرى غير منطلق احتمال الانقطاع بين الحسن وأبي بكر، ومنطلق أن أبي بكر استدل بهذا النص في غير موضعه لأنه خارج عن الموضوع. القضية في معرفة الحق، أهو مع علي أم مع السيدة عائشة، مع أنه ما كان خلاف بينهم أصلا، ولم تخرج السيدة عائشة لقتال علي أبدا، يعني ما في داعي للاستدلال بهذا النص بهذا السياق. وبالتالي أنت إذا أردت أن تعرف الحق لابد أن تعرف أدلته بغير هذا السياق، هذا على سبيل الاستطراد كما يقولون. لكن أنك هل تستطيع أن تعمم هذه القاعدة لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة؟ وقطعا النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا الحق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقالوا فإذا رجعنا إلى سورة النمل
وإلى قصة ملكة سبأ قالت إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم الآيات، وأخذت المشورة منهم. ثم ماذا كان من النتيجة؟ كانت النتيجة أن كانت سبباً في إنقاذ قومها، امرأة ولا ما امرأة، وحكمت وشاورت وما استبدت بالرأي وأخذت الرأي الصحيح في ذلك، وكانت سبب الإنقاذ. فالذين يتحفظون على هذا الحديث يتحفظون من هذا المنطلق، أنه لا يمكن تعميم هذه القاعدة. هذا من جانب، لكن عندنا جانب آخر، أنه هل يمكن للمرأة أن تتولى الولاية العامة مثلا؟ هذا له لمعظم فقهاء الإسلام تحفظ في هذا الأمر، أنه لا تكون المرأة هي صاحبة الولاية العامة، لأن الولاية العامة تقتضي اختلاطا بالرجال، وتقتضي خلوة، وتقتضي قيادة للجيوش، وتقتضي تفرغا للأمر، وتقتضي أمورا كثيرة مما قد لا تتمكن المرأة دائما من القيام بحقه دون محاذير. إذن للعلماء تفاصيل في هذه القضية أحببنا أن نشير إليها. لكن من باب أيضا استكمال ما قال أهل العلم في شأن أبي بكرة رضي الله عنه، البعض بتحفظ على رواية أبي بكرة أنه شارك مع اثنين من التابعين في قذف المغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة وكان واليا على الكوفة، فاتهموه بالزنا، وطبعا هي شغلة كبيرة كثير، صحابي المغيرة بن شعبة وتتهم أيضا بالزنا بدون أن تقوم الحجة الشرعية اللي هي 4 شهود كالميل في المكحلة. فهذا الأمر كبر على عمر رضي الله عنه، وكان ذلك في أيام عمر رضي الله عنه، فاستدعاهم فاستتابهم، يعني وأقام عليهم الحد، لأنهم 3 ما استطاعوا يجيبوا الرابع، فأقام عليهم الحد، ثم استتابهم ليرد لهم قبول شهادتهم، ولا تقبل لهم شهادة أبدا. فقبل الاثنان الرجوع والتوبة، يعني أن يكذبوا أنفسهم أنه ما حصل هذا الشيء. أبو بكر رفض أن يكذب نفسه وأصر على أنه صادق في ذلك. هو الحكم الشرعي أنت قد تكون صادق، لكن نفسك ما بيجوز لك أن تتكلم حتى لو كنت صادق في موضوع القذف أو الزنا أو ما أحكامه. طبعا نحن بين حيرتين كبيرتين، إذا نقول أبو بكر صادق يعني المغيرة وقع فيما وقع، وإذا نقول أبو بكر غير صادق أمام حيرة أخرى. لذلك لا نستطيع أن نقول إن هذا مؤثر على رواية أبي بكر. لماذا؟ لأنه أحكام الشهادة تختلف عن أحكام الرواية في بعض جوانبها. يعني على سبيل المثال، الشهادة لا بد فيها من 2 يشهدان، بينما الرواية يكفي بها 1. فلذلك فرق العلماء بين بعض أحكام الشهادة وأحكام الرواية. هذا ما يتصل بالحديث الأول عند الإمام البخاري في هذا الباب. ننتقل إلى الحديث الثاني 41 بعد 1000 في باب الصلاة في كسوف الشمس. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا شهاب بن عباد. يوجد شخصان اسمهم نفس الاسم، هذا اللي بسموه متفق ومفترق، اتفق في الاسم واسم الأب وافترق في الشخص، شهاب بن عباد البصري وشهاب بن عباد العبدي. وهذا الذي روى عنه البخاري هنا هو شهاب بن عباد العبدي الكوفي، بينما شهاب بن عباد البصري روى له البخاري خارج صحيح البخاري في كتاب الأدب المفرد. طبعا هذه المعلومات لمن أراد أن يكتب على حاشية كتابه كي تتبين له الأمور. قال الإمام البخاري: حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد. أيضا هنا في راوي آخر من باب المتفق والمفترق، سبحان الله، فاثنان اسمهم إبراهيم بن حميد،
أحدهم إبراهيم بن حميد الرؤاسي الكوفي اللي نحن هنا، والآخر إبراهيم ابن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري، شخص آخر. ولم يخرج له ما له الثاني الزهري، لم يخرج له لا البخاري ولا مسلم، بينما خرجوا لهذا إبراهيم ابن حميد. طبعا عدم التدقيق في التفريق بين الرواة عندما يتشابهون في الأسماء ممكن يوقع كارثة تجعل الحديث الضعيف صحيحا أو الصحيح ضعيف والعكس. قال عن إسماعيل، أيضا لم يبين لنا من هو إسماعيل، وبين لنا ابن حجر وغيرهم أنه ابن أبي خالد الأحمسي البجلي. عن قيس، وهنا قيس ابن أبي حازم البجلي أيضا الأحمسي. إذن في السند اثنان من البجليان أحمسيان نسبا إلى قبائل. وقيس بن أبي حازم هذا الذي يسمونه من المخضرمين. ما معنى مخضرم؟ أي أدرك الجاهلية والإسلام وأسلم في عهد النبوة، ولكنه لسبب من الأسباب لم يلتحق بالنبي عليه الصلاة والسلام. يعني لو هو كان على قيد الحياة قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وبلغ مبلغا يستطيع به أن يلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام فيتشرف بلقب صحابي، ولكنه وأسلم قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لسبب الأسباب حال أمر ما بينه وبين اللحاق بالنبي عليه الصلاة والسلام، فتمييزا له عن سائر التابعين الآخرين يقال لهم مخضرمون. ومثلهم أويس القرني، فهو أدرك الإسلام وأدرك النبوة وأسلم والنبي صلى الله عليه وسلم على قيد الحياة، لكن حال بينه وبين اللحاق بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه قام على بر والدته يرعاها لا تستطيع الاستغناء عنه، حتى إذا ما توفيت لحق بالمدينة، فكان النبي قد التحق بالرفيق الأعلى، لكن شرفه الله بأن ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال يأتيكم أويس القرني في أمداد أهل اليمن، فمن استطاع أن يدعو له أو أن يستغفر له فليفعل. إذن وهذا طبعا يساق في سياق بيان بر الوالدين وعظم أثرها أثر ذلك. يقول قيس ابن أبي حازم توفي تقريبا بعد 90، سمعت أبا مسعود، طبعا أبو مسعود غير ابن مسعود، أيضا هنا قد تتشابه الأسماء. أبو مسعود يقال اسمه عقبة بن عمرو الخزرجي، وأبو مسعود هذا ممن حضر بيعة العقبة الثانية وحضر بدرا وأحد والمشاهد، وولاه علي رضي الله عنه على الكوفة لما خرج علي إلى لقاء صفين، ويسمى أبو مسعود البدري أيضا تمييزا له عن غيره. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا. الواضح أن الإمام البخاري عم يكرر الأحاديث التي تؤكد مشروعية صلاة الكسوف دون أن يتعرض لتفصيلات أخرى في هذا الباب، لذلك أصل العنوان الصلاة في كسوف الشمس، ويريد أن يبين مشروعية ذلك، وأن ذلك ثبت عن أكثر من صحابي، فابتدأ بحديث أبي بكرة. وطبعا يمكن يتهيأ لنا أن نقول تعمد الإمام البخاري أن يبدأ بحديث الحسن عن أبي بكرة كأنه يريد أن يقول لمن سيأتي بعده، لا تقولوا لي إن الحديث سنده منقطع، بل هو صحيح ومتصل، وأنا أتعمد أن أبدأ الاستدلال به. يعني هذه ربما استشراف من قبلنا، الله أعلم. وسنرى أنه أيضا أورد حديثين آخرين عن صحابيين آخرين تأكيدا لموضوع مشروعية صلاة الخسوف والكسوف. فجاء الحديث الثالث في هذا الأمر، طبعا في آخر الحديث السابق فقوموا فصلوا، قالوا إذن، وهذا ذهب إليه الشافعية وبعض والصاحبان، إذن لا يوجد وقت كراهة، فمتى ما حصل الكسوف أو الخسوف نقوم للصلاة. لكن
علماء آخرين كبعض الحنفية والمالكية والحنابلة قالوا لا، إذا وقت قراها لا تصلى، فكان خلاف أو أحد أوجه الخلاف بين العلماء في هذا الأمر. ولعل الأرجح أنه لا وقت قراها فيها، لأنه كما قال الشافعية في قواعدهم أن الصلاة التي يكون لها سبب لا تكون مكروهة ولو جاءت في وقت النهي. يعني هو نهى عن الصلاة بعد الفجر، حتى بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس وتكون حسناء، وبعد صلاة العصر. طبعا في أوقات كراها أشد، وهي تكون مؤقتة، وهي لحظة الشروق ولحظة الزوال ولحظة الغروب. ممكن نقول جمعا بين الرأيين، إذا كانت لحظة الشروق أو لحظة الزوال أو لحظة الغروب أكيد ننتظر قليلا في هذا الأمر. قال الإمام البخاري رحمه الله في الحديث 42 بعد 1000 وهو الثالث في هذا الباب، قال حدثنا أصبغ. أصبغ هو ابن الفرج المصري الأموي، يعني أصله ينتسب إلى بني أمية لكنه ممن رحل إلى مصر. قال أخبرني ابن وهب، وأيضا ابن وهب عبد الله بن وهب من أعلام الحديث في مصر، يعني معناها أول الحديث كما أول هنا بيعتبروا آخر السند طبعا، مصري. قال أخبرني عمرو بن الحارث، وأيضا هذا مصري. قال عن عبد الرحمن بن القاسم اللي هو ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، إذن انتقل الحديث إلى سند مدني، أو بالأحرى هو أوله سنده مدني وآخره مصري. قال عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه اللي هو القاسم بن محمد بن بكر عن ابن عمر، إذن هذا الصحابي الثالث الذي يروي لنا مشروعية صلاة الكسوف والخسوف، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. هنا زاد كلمة ولا لحياته، لأنه ممكن بعض الناس بفهمهم الظاهري يقول لك لا تخسف لموته إذن، لكن ممكن تخسف لحياته. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفي كل مظهر من مظاهر التأثر الحياة بأي مظهر كوني أو مظاهر النجوم أو التنجيم، كما مر معنا من قبل من قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر بالله مؤمن بالكواكب. واليوم المنجمون يتبعون نفس الأسلوب، يقول لك والله حركة النجوم بتقول كذا، هذا كله من الكفر والكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وطبعا يعني لا يجوز أن يسألهم الإنسان ولا أن يصدقهم ولا أن يستمع لهم بصراحة، يعني حتى لو أراد أن يستمع على سبيل الإنكار، وبعضهم يقول لك خليني اسمع على سبيل الفضول، هو كله من باب تضييع الوقت واللغو والعبث وسماع الكذب. طبعا بيجي بعض الناس يقول لك لكن زبطت معهم في بعض الأمور، هي معظم الأمور اللي بيتحدث فيها هؤلاء المنجمين أمور تخضع للعموميات من جهة وللتحليلات من جهة وللرغبات والأماني من جهة أخرى وللدعاية السياسي المقصود من جهة رابعة. يعني بدل الزعيم الفلاني ينتصر يقول لك وسينتصر الزعيم الفلاني، طب ما هو بيكون الوقائع السياسية والعسكرية على الأرض بتقول شيئا ما من هذا الأمر، وطبعا ضمن رغباته وأمنياته واتجاهه السياسي يكون الأمر سيموت الزعيم الفلاني. ما عندنا ما شاء الله أكثر من 30-40 زعيم عمرهم فوق 80 مثلا، يعني وكلنا سنموت بالنهاية، فسيخسر فلان بالانتخابات، هو رغبته أنه يخسر فلان بالانتخابات، وفبالتالي إذا ضبطت معهم يشيدون بها ويشيرون بها ويعلنون بها، وإذا ما ضبطت ما حد دريان مين بده يتابع هذا الموضوع. فبالتالي لا شك نحن مهما وافق بعض شيء ما واقعا ما واجبنا الشرعي لا نسألهم لا نسألهم ولا نصدقهم ولا نلتفت إليهم، وهم يعتمدون كذبا على ما يقولون حركة النجوم، وحذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قال لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتمها فصلوا. ومنلاحظ أنه جاءت روايات فصلوا، روايات فصلوا وادعوا، روايات حتى تنكشف، لكن الأكثر دون قوله حتى تنكشف.
الحديث الرابع في ذلك في هذا الباب، باب الصلاة في كسوف الشمس، الرابع وهو الثالث والأربعين بعد الألف، قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد المسندي. هذا من أوائل من تلقى عنهم الإمام البخاري الحديث، لأنه جعفي، والإمام البخاري ينتسب إلى جعف ولاء. الإمام البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي ولاء البخاري مولدا، وهذا عبد الله بن محمد المسندي جعفي بخاري، يعني كما يقولوا فتح الإمام البخاري عينيه على الحديث على أمثال هذا الشيخ عبد الله بن محمد. وإنما سمي مسندي قالوا لأنه كان له مسند جمعه ربما، أو كان يتحرى جمع الأحاديث المسندة. وهنا الأحاديث المسندة أي المتصلة المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا هاشم بن القاسم، هو أبو النضر، قال: حدثنا شيبان أبو معاوية وهو النحوي، عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة. ملاحظ الإمام البخاري، لا أدري يعني هي إلهام من الله سبحانه وتعالى، أكيد هي إلهام من الله، لكن في مع الإلهام من الله أنه هو كانت حاضرة عنده هذه الفكرة أو مو حاضرة، أنه بدأ الباب بحديث الحسن عن أبي بكر، وأبو بكر ذكر أنه رمى المغيرة بن شعبة بشيء، وكأني بالبخاري يريد أن يبرئ الطرفين في ذلك، فبدأ بأبو بكر وانتهى بمين؟ بالمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم جميعا. ويعني إن كانت توفيقا مطلقا، هو كله توفيق من الله سبحانه وتعالى، يعني إن كان هذا المعنى حضر في ذهن البخاري فهذا من نور قلبه أيضا وإنصافه وعدله بين الرواة والصحابة، وبيعلمنا تعليم مهم في هذا الشأن. وإن كانت أجراها الله على يده ولم يحضر في قلبه في ذلك شيء، وإن كنت أميل، وهو كله توفيق من الله أكيد، أميل إنه حضر في قلبه شيء فبدأ بحديث أبي بكر وانتهى بحديث المغيرة بن شعبة في ذات الباب، مع أنه في أحاديث أخرى عن صحابة آخرين ممكن كان أن يأتي بها مكان هذا الحديث. قال في حديث المغيرة بن شعبة، قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم. الزيادة في حديث المغيرة ذكر السبب، أو لماذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر سبب الخطبة في الواقع، لماذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. ونلاحظ أيضا زيادة ولا لحياته أيضا وردت في هذا الحديث، لأن الحديثين السابقين ما في ذكر ولا لحياته، فيريد أن يؤكد ثبوت هذه اللفظة أيضا، أي كلا اللفظتين قال بهما النبي عليه الصلاة والسلام، مع الربط بسبب خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، مع إشارة أخرى أنه لم ينفرد المغيرة في ذكر سبب خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، أيضا رواها جابر رضي الله عنه كما في صحيح الإمام مسلم. إذن تعددت الروايات عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر سبب الخطبة هنا. قال: فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله، تأكيد على ما مضى في هذه الأحاديث. وسبق ذكرنا موضوع وفاة إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، على مين؟ على سيدنا محمد وعلى إبراهيم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل بيته صلى الله عليه وسلم جميعا، وأنه أرسل له المقوقس في السنة السادسة مارية، وأنه ولد له إبراهيم في آخر السنة الثامنة، واختلفوا هل مات بعد 16 شهرا أو 18 شهر، لكن ممكن التوفيق بين الروايات أنه من لم يحتسب الشهر الذي ولد فيه والشهر الذي مات فيه يكون 16 شهر، والذي احتسب يكون 18 شهر. وعلى هذا إذا كان ولد في ذي الحجة من آخر السنة الثامنة فيفترض أنه توفي في جمادى الثانية، لكن مع ذلك اختلفوا في ذلك. وسبب الاختلاف أنه بعضهم قال 16 شهر أو 18 شهر،
فمنهم من قال في ربيع ومنهم قال في رمضان، ولا يصح قول من قال إنه مات في ذي الحجة، لأنه في ذي الحجة كان في ذلك الوقت النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، في موسم الحج في حجة الوداع. إذن نلاحظ من هذا الباب أن البخاري خرج أحاديث عن أربعة من الصحابة، وهو أبي بكر وابن عمر وأبي مسعود والمغيرة، وكلها تدل على مشروعية الصلاة دون بيان كيفية الصلاة، فصلوا. وبالتالي لكثرة هذه الأحاديث اللي فيها فصلوا، كما قلنا يعني الحنفية رجحوا مبدأ مطلق الصلاة في هذا الأمر، ولوجود رواية كما تصلون أيضا، لكن سنرى أنه أيضا في أحاديث أخرى عديدة تبين صفة خاصة لصلاة الكسوف. الباب الثاني في باب صلاة الكسوف، قال الإمام البخاري: باب الصداقة في الكسوف. لأنه من لاحظ الروايات السابقة قالت فصلوا وادعوا، وفي رواية أخرى فاذكروا الله، وفي روايات أمر بالاستغفار، لكن هذه الرواية بالذات ذكرت الصدقة، لأن هذه الرواية ذكرت الصدقة أراد البخاري أن يخصها بالذكر، مع أنه فيها أحكام أخرى كثيرة. إذن مع الحديث 44 بعد 1000 في الباب الثاني من باب أو كتاب صلاة الكسوف، قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن مسلمة المعروف الإمام القعنبي أحد كبار تلامذة الإمام مالك، قال عن مالك رضي الله عنهم جميعا، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام. هذا بدأ بتفصيل صلاة الكسوف، مع أن الإمام البخاري لم يخرج الحديث هنا لقصد بيان كيفيتها، لا لقصد آخر وهو ذكر الصدقة، لكن الحديث هكذا جاء. ولذلك كما قلنا الإمام البخاري بيكرر الأحاديث في مواضع، يعني هذا الحديث سيكرره 13 موضعا، في 13 موضع. قال: فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام، وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول. إذن ركوعان في الركعة الأولى أو كل ركعة. ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى. بنلاحظ ما ذكرت، ماذا قرأ النبي عليه الصلاة والسلام، وما ذكرت هل جهر بالقراءة أم لم يجهر. جاء في روايات عن ابن عباس وغيره أنه جهر بالقراءة، لكن مما اختلف فيه، لأن أكثر الروايات لا تذكر الجهر، وبعض الروايات ذكرت الجهر. ثم لا نجد أحدا قال لنا ماذا قرأ، لكن رواية عن عباس بتقول قرأ نحوا من سورة البقرة. فبالتالي يعني قد أحيانا تحدث حادثة لانشغال الناس بما هو أهم وهو ذات الصلاة، لا يركز لا في الرواية ولا في التلقي على ماذا قرأ مثلا، مع أنه بجوز كلنا نتطلع أن نعلم ماذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم. لم يثبت شيء صحيح في بيان ماذا قرأ، واختلفوا أيضا في هل كان جهر أم لم يجهر، لكن لعل الأرجح أنه جهر بالقراءة صلى الله عليه وسلم. ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس. هنا نلاحظ أن الانجلاء حصل مع انصرافه عليه الصلاة والسلام، لكن في الرواية الأخرى قال حتى تنجلي، وفي فرق بين الروايتين، يعني في فرق بين أن يتعمد الإنسان أن يطيل، وأنه من السنة أن تطيل حتى تنجلي، وقلنا هذا انفرد به المغيرة أو أبو بكرة، ورواية أيضا عن أبي موسى الأشعري، لكن أن يكون قد انجلت الشمس مع انتهاء صلاته عليه الصلاة والسلام. فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. أيضا نلاحظنا في تركيز على قوله ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. فزاد في الرواية هنا كبروا
وزاد تصدقوا. وحيث أن هشام بن عروة انفرد بهذه الزيادة زيادة تصدقوا خصها الإمام البخاري بباب كامل ليؤكد صحتها، فقال باب الصدقة في الكسوف. ثم قال يا أمة محمد، يعني الآن الخطبة المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم إثر صلاة الكسوف هي أنه قال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، أو قال إن الشمس والقمر آيتان لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فصلوا، هذا أشهر ما ورد. هنا زاد وتصدقوا، لكن زاد شيئا آخر في الخطبة أنه قال يا أمة محمد. طبعا أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أمته بهذا الخطاب في موضع الخوف والرجاء مع ما في ذلك من بيان الإشفاق على أمته صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربنا بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقال يا أمة محمد، يعني كأنه يقول لهم أنا الناصح الأمين الشفيق عليكم الحريص عليكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يقول والله ما من أحد أغير من الله. ممكن يقال أغير، ممكن يقال أغير، وبالتالي إذا قلنا ما من أحد أغير فهنا ما بمعنى ليس وأغير اسمها، وإذا قلنا أغير تأتي بمعنى الخبر، خبر ليس، على اعتبار أنه بيقولوا ما من أحد من تعتبر زائدة هنا. طبعا نحن عندنا في اللغة العربية ما في شيء اسمه زوائد، إنما هي تأتي للتأكيد. ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، كلنا عبيد الله الرجال وكل النساء إماء الله، بمعنى عبيد الله أيضا، وأن الله سبحانه وتعالى يغار. معنى الغيرة في حق النبي في حق ربنا سبحانه وتعالى تكلم عنها أهل العلم وأمثالها من الألفاظ. شوفوا بعض الأحاديث بيجي مثلا وما ترددت عن قبض عبد، ما ترددت عن شيء ترددي عن قبض عبد المؤمن. وفي حديث آخر يقول الله تعالى مرضت عبدي فلم تعدني. مثل هذه الألفاظ العلماء يقولون فيها لا بد فيها من التأويل. ما معنى التأويل؟ أي صرف اللفظ عن ظاهره الذي لا يليق بذاته سبحانه وتعالى إلى معنى يليق بذاته وجلاله، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. لأن الغيرة فيها معنى ما يحصل في القلب من ثوران الدم واندفاع النفس والشدة والتغير أثرا عن حمية وأثرا عن أنفة. وطبعا هذا المعنى من التغير والحمية والأنفة جل الله عنه ومنزه عنه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. ألا ترون إلى قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما كان يحاجز قومه ماذا قال؟ فلما أفلت قال لا أحب الآفلين. يعني هذا التغير الذي ترونه وهذا الذي يطرأ ويذهب ويأتي ويحدث هذا من شأن المخلوقين لا من شأن الخالق سبحانه وتعالى. لكن إذ يرد في بعض الأحاديث مثل هذه الألفاظ إذا لا بد أن تحمل على معنى يليق به سبحانه وتعالى. ما هو المعنى الذي يليق به عندما يقول سبحانه صلى الله عليه وسلم هنا ما من أحد أغير من الله؟ أي ما من أحد عظم شأن هذه المعصية فحذر منها أعظم التحذير ومنع منها أشد المنع وحرمها أشد التحريم أعظم من تحريم الله سبحانه وتعالى، وأنه ما من أحد أعظم زجرا عن الفواحش من زجر الله عنها. فلا شك أنها من الفواحش الخطيرة الشأن العظيمة الأثر خطرا وفحشا في ميزان الله تعالى، فعظم التحذير منها. إذن يؤخذ هذا المعنى عظم تحذير الله سبحانه وتعالى وشدة غضب الله من أولئك الذين ينغمسون في مثل هذه الفواحش والعياذ بالله تعالى. قال ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. طبعا
طبعا لا يليق هنا أن يذكر مثلا الزوجة ونحو ذلك تنزيها لله سبحانه وتعالى عن أن يفهم شيء خطأ في مثل هذا السياق. أما أن يذكر العبد والأمة فكلنا عبيد لله وكل نساء إماء الله تعالى. فيقول عليه الصلاة والسلام: يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لا ضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. طبعا مناسبة هذا الكلام أنه ما دام المقام مقام تخويف بالله ومقام خشية لله وتعظيم لله، فحسن أن يحذر من بعض الفواحش ويدل على عظم زجر الله عنها، ويدل على عظم غضب الله ممن فعلها ووقع فيها، فخص ذكر الزنا بهذا التحذير الشديد. وأيضا أنه يعظ ويذكر، دائما المناسبات التي تأتي فيها تأثير على النفوس والقلوب، ومنها مثلا مناسبة الموت فتكون مناسبة للوعظ والتذكير. فوعظهم وذكرهم ليس فقط بأن الشمس والقمر آيتان أو آيتين، نعم آيتان، ولكن أيضا لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. ماذا تعلمون وماذا نعلم؟ ماذا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم وما علمنا بالنسبة لعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله سبحانه وتعالى أطلع النبي على كل الغيوب، الله سبحانه وتعالى أطلع النبي في ليلة سوء المعراج على الجنان وعالم الملائكة وعالم الملكوت وعالم السماوات وعظم خلق الله سبحانه وتعالى، ورأى جبريل على هيئته التي خلقه الله عليه، فضلا عن قلبه النوراني الذي يكون العلم اليقيني فيه حاضرا كالشاهد المحسوس، كما قال تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. لما يصل الإنسان إلى علم اليقين كأن النار رأي عين وكأن الجنة رأي عين. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وعظ أصحابه كأن على رؤوسهم الطير، وكأن الجنة رأي عين وكأن النار رأي عين. إذن هو ما يكون في قلب النبي صلى الله عليه وسلم من نور العلم الذي تنكشف به الحقائق بمراد الله سبحانه وتعالى. وأضف إلى ذلك ما يعلم الله النبي ويعلمه إياه من علوم الغيب، كما نحن نعلم في هذا الشأن أن الغيب كله لله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لكن قد يطلع الله نبيه على بعض هذا الغيب، كما لا يخفى علينا وفي الحديث أو في الآيات في قوله تعالى قل لا، في قوله تعالى في الآية الأخرى: لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. إذن لو تعلمون ما أعلم من عظم قدرة الله وخلق الله وعذاب الله بل ورحمة الله أيضا، وما أعد للمجرمين وبالتالي ما أعد للتائبين، لا شك أن الإنسان سيكون في حالة قرب من الله، في حالة خشية من الله، في حالة صفاء مع الله سبحانه وتعالى. نختم بهذا إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإذا بقي من تعليق على هذا الحديث في الباب الثاني ممكن أن نستدركه في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. وقبل الدعاء إذا هنالك سؤال أو فائدة أو مداخلة بقي بعض الوقت في ذلك إن شاء الله تعالى. وإذا كان تفضل يا دكتور. أنها ستكون مع الفئة الباغية، لا ما ليس بهذا التفصيل، يسأل أن هل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر السيدة عائشة أنها ستكون مع الفئة الباغية؟ لو كان أخبرها أنها ستكون مع الفئة الباغية ما بتكون باغية، مستحيل، يعني هذا اسمه تناقض. وبنفس الوقت لا يمكن للسيدة عائشة أن تكون مع الفئة الباغية، وبنفس الوقت لم تخرج السيدة عائشة لقتال علي، هذا يجب أن نضع تحته 20,000 خط، وإنما خرجت لمطاردة قتلة عثمان، لكن لا شك ما كان لها أن تخرج، لأن الأصل طاعة ولي الأمر، وكان ولي الأمر علي رضي الله عنه، وقد بويع في ذلك ورأى المصلحة في أننا لا نتتبع أولئك بهذا الطريقة اللي أنتم تريدونها، المصلحة أن نجعل الأمور تهدأ وتسكن
وأن يستتب الأمن في ذلك، وبعدين لكل حادث حديث كما يقولون. فلما تسترد الدولة أنفاسها وقوتها وتجمع قواها تستطيع أن تواجه أمثال هؤلاء أصحاب الفتنة شخصا شخصا، تتناولهم واحد واحد. لكن تأتيهم وهم مجتمعين يعني كمان ليس ربما من الحكمة والحنكة، هكذا كان رأي علي رضي الله عنه. لكنه الذي ورد في حق السيدة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيتكن تنبحها كلاب الحوأب، أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تنبحها كلاب الحوأب. فالسيدة عائشة يمكن سمعت هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم وما علمت مراده ولا مراميه ولا عن ماذا يتحدث، ولا مانع أن تكون نسيت بداية مثل هذا الحديث. ثم هو لم يخصها أنت، لو خصها أنت بجوز تحفر بالذاكرة أكثر، لكن عم يحكي مع جملة نسائه صلى الله عليه وسلم، فهو تحذير ضمني من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرجت السيدة عائشة وصلت قرب البصرة نبحتها كلاب، يعني نبحت كلاب وهي مار بهم. قالت: ما هذا؟ قالوا: هذا الماء الحوأب أو منطقة الحوأب. فاستذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تنبحها كلاب الحوأب. فقررت الرجوع فورا، يعني كمان لا يمكن أن تخالف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن أيضا حولها رجال وصحابة كرام، والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله من العشر المبشرين بالجنة. فقالوا: لعل الله يصلح بك بين فئتين من المسلمين. فصار تجدد نية جديدة الآن، كانت النية السابقة لملاقات المتمردين، الآن صار في نية جديدة أنه لا، وجودها يمكن يكون سبب في الصلح. فلا شك إنما الأعمال بالنيات، وإن كان الحكم المطلق أن الحق كان مع علي رضي الله عنه. لكن الإنسان معرض للخطأ حتى ندرك أنه المعصوم هو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لكن أولئك الصحابة رضوان الله عليهم مجرد ما يظهر له الخطأ تجده يعود ويتوب ويؤوب وينوب ويستغفر، مع أنه أصلا هو ما قصد الخطأ، ولكن اجتهد في الوصول إلى الحق فلم يصبه، والله أعلم. إذن نختم بالدعاء إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا أكثر. نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار، والثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. لا تدع اللهم لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا بها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ولا مريضا إلا شفيته وعافيته. آمنا اللهم في أوطاننا، واستر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واستر عيوبنا، واغفر ذنوبنا، واجعل لهم هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا. اللهم نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأهل الفضل والحقوق علينا، وارحم لهم أمواتنا وشهدائنا وأموات المسلمين. اللهم آمين وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.